خمس مرة اللي فاتت عن الغضب ومقاومته، ووصلنا إلى أن الإنسان يجيب اللوم على نفسه. ولكن كيف يأتي الإنسان باللوم على نفسه؟ دي مسألة لازم نفهمها كويس. عيبنا أيها الأخوة الأحباء، عيبنا أننا نتحيز بأنفسنا باستمرار. موازيننا تختلف، لنا ميزان نزل به أعمالنا غير الميزان الذي نزل به أعمال الناس. كل إنسان له ميزانان، له إيه؟ ميزانان، وله سند مختلفة يحطها في كل ميزان. عيبنا أننا في الحكم على أنفسنا عندما نزل أعمالنا نزلها باللطف وبالشفقة والحنو والتبرير لكل عمل. كل عمل من أعمالنا نقدر نجيب له ألف تبرير، ونجيب له آيات، ونجيب له براهين، ونجيب له قصص من الكتاب، ونجيب له قصص من القديسين، ويطلع بريء كل البراءة لا عيب فيه. عارفين زي ايه؟ زي واحد يبص في المراية يلاقي شكله وحش، يعمل ايه؟ يقعد يجمل في نفسه، يوضب شوية في شعره، يوضب شوية في شكله، يوضب شوية في هدومه. المهم لغاية لما يبص في المراية فيجد شكله مقبول في عينيه، يروح سايب المراية. هكذا كلما ننظر إلى أنفسنا في المرآة ونلاقي عمل يتعب ضميرنا، يتعب ضميرنا، يعني أنا هطلع غلطان في الموضوع ده، ده مش ممكن، أنا هطلع غلطان، ده مستحيل. ثم إيه الحكاية؟ أبرر موقفي وأدلل نفسي، ولازم أطلع، لازم أطلع أنا المظلوم وغير الظالم، وأنا البريء وغير الشرير، وإلا يبقى لازم نقف في أساد المراية نصلح شوية، ونحط شوية رفوس، ونحط شوية مكياج، ونوضب في أعمالي. أما غيري فله ميزان آخر، غيري أحسب المحاسبة، لو حاسبني الله بها كان رماني في الجحيم من زمان. أحسب غيري محاسبة، لو ربنا حاسبني بيها كنت ضعت من زمان. ليا في سند مخصوص في النظام بتاع غيري. ايه السند دي؟ سند اسمها التفتيش الشديد. التفتيش الايه؟ الشديد. ادور له على ايات مخصوصه كده وهز قطار. التفتيش منتهى التفتيش. وانا بالنسبه لنفسي الف تعليل والف تبرير والف توضيب، وألبس العمل ملابس أخرى، وأعطي للعمل أسماء أخرى، وأي حاجة، أي حاجة. هذان الميزانان، ميزان القسوة بالنسبة لغيري وميزان اللطف بالنسبة لنفسي، هو الذي يمنعني من لوم نفسي، وهو الذي يؤدي بي إلى بينونة الناس. مع الناس أسلك بالتصحيح الشديد، ومع الناس أضع أمامهم كل مقاييس الكمال، ومع الناس لا يكون لهم عذر، ومع الناس لا أراعي ظروفهم الصحية ولا الاجتماعية ولا حاجة بدا. وهكذا لا يمكن أني ألوم نفسي. هيجيني لوم النفس منين؟ مستحيل، مستحيل هقدر ألوم نفسي. ولما ما لومش نفسي أفقد الاصطداع وأقع في الغضب، لأن عمل الأعمال أنا اللي غلطان ولا غيري؟ لو طلعت أنا الغلطان هنتحك وأترك الغضب، وأنا مش عايز أنتحك، أنا عايز أكون بره في عيني نفسي. إن لازم غيري يطلع هو الغلطان وأوبخ فيه وأغضب عليه وأشقلب الدنيا فوق راسه، وإلا مرضاش. عمق الاصطداع، عمق الاصطداع كما قال القديسون، عمق الاصطداع كما قال القديسون هو أن تشعر باستمرار أنك المسيء، وأنه لا يوجد أحد قد أساء إليك. كلام ده صعب شوية، نحاول نفكر. تشعر أنك أنت المسيء وأن لا يوجد أحد أساء إليك. داود لما شتمه شمع بن جيرة
قال الله قال لهذا الإنسان اسكن داود من أجل خطاياي ربنا سمح إنه يشكني، فجاب العيب على نفسه ما جابش العيب على شمعة الجزيرة. تستطيع أن تلوم نفسك إذا كنت باستمرار تهتم بإخراج الخشبة التي في عينك، ولا تضيع وقتا طويلا في تأمل القذى التي في عين أخيك. إيه الخشبة اللي في عينك اللي بتخليك دايما تنظر القذى اللي في عين أخيك ما بتبصش كويس؟ الخشبة دي هي عدم المحبة وهي الكبرياء. لو عندك، لو خلعت الخشبة دي ووصلت إلى الاتباع والمحبة، تبص لأخوك تلاقيه حلو جدا ما فيهوش حاجة. العيب مش إن أخوك فيه خشب، العيب إنك أنت فيك خشب. لما تطلع الخشب وتقتني المحبة وتقتني الاتباع، مش ممكن أبدا تلوم أخاك على شيء، لأن المحبة تحتمل كل شيء. تحتمل إيه؟ كل شيء، مش تحتمل سوء وسوء، لا، تحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء. والمحبة لا تطلب ما لنفسها، لا تطلب ما لنفسها. يقول أخويا غلطان فيا، أقول لك خشبة عدم المحبة لسه جوه عينيك، خشبة عدم الاتباع لسه موجودة جوه عينيك، لأنك لو متضع تقول أنا اللي غلطان، وكل كلمة تقال فيا أنا أستحقها وأستحق 10 قدها. ده المتضع يقول كده. المتضع لا يقول إن عيبا قيل عنه، يقول ياه ده أنا عندي عيوب قد دي متمتلة، ده لو ربنا كشف كل أعمالي الناس ما يرضوش يسلموا علي. ده كويس إن سألت عليا الكلمتين دول، بس ده أنا أكثر من كده بكتير. ده المتضع يقول كده. أما البار في عيني نفسه فباستمرار يرى أخاه مسيئا إليه. نحن عايزين نوصل للوم النفس باستمرار. قل لنفسك لماذا لا أكون أنا السبب؟ حاول تدين روح. البابا ثيوفيلوس عندما ذهب إلى أب جبل مصر وطلب نصيحة، قال له صدقني يا أبي، لا يوجد أفضل من أن يرجع الإنسان بالملامة على نفسه في كل شيء. راهب متوحد له حوالي 70 سنة في التوحد بيدي نصيحة للأب البطريرك. خلاصة الروحيات اللي أخذتها 70 سنة، قال له صدقني يا أبي، لا يوجد أفضل من أن يرجع الإنسان بالملامة على نفسه في كل شيء. القديس دوروثيوس في كتاب الفيلوكالية بيقول إيه؟ إن وقعت ضيقة على المتواضع فإنه بسرعة يلوم نفسه ويقول إنه يستحقها، ولا يلوم أو يوبخ أحدا، وهكذا يحتمل كل شيء يصيبه بسرعة وبدون اضطراب وبدون حزن وبهدوء كامل، وهكذا لا يغضب من أحد ولا يغضب أحدا. وقال عند دين: حيثما يذهب الإنسان الذي يلوم نفسه فإنه في أي ضرر أو إهانة أو أي ضيقة أخرى تحل به يعتبر نفسه مقدما أنه يستحق كل شيء غير شاق، ولهذا فإنه لا يضطرب أبدا. الأنبى ديمون: إن الاحتمال الحقيقي لا ينال إلا بالاتضاع، بالاتضاع العميق في القلب. أما إذا كنا نضطرب عندما يهاجمنا أحد، فواضح أن أساس الاتضاع لم يوضع فينا بإحكام، ولذلك فإن هبت عاطفة ولو صغيرة فإن كل البناء يهتز ويضطرب. ويقول إيه القديس: لذلك فعندما يقهر أحد من خطأ ويشتعل بنار الغضب، يجب ألا نعتبر إن مرارة الإهانة يجب ألا يعتبر إن مرارة الإهانة الموجهة إليه هي سبب غضبه، وإنما هي أظهرت ضعفه المخفي. يعني الإهانة دي ورث الضعف اللي فيه،
لأن القديسين بيقولوا لا نبحث عن سلامنا في الخارج وإنما في الداخل. الإهانة اللي بتصيبك دي بتكشف نفسك من جوه، بيشوفك أنت جواك إيه، جواك حب ولا مجواكش حب، جواك احتمال ولا مفيش جواك احتمال، جواك صبر ولا مفيش صبر، جواك مغفرة ولا جواك خطر، جواك إيه. فالإهانة دي بتكشفك، الإهانة دي إيه بتكشفك. مش تزعل من الإهانة وإنما انبسط إنك انكشفت، انبسط إنك إيه انكشفت. وأول ما تنكشف امسك عيوبك وصلحها عيب عيب. طول ما أنا مخاض باحترام الناس مش ممكن أبدا أعرف نفسي، مستحيل أعرف نفسي. إزاي أعرفها؟ إزاي ناس بيقابلوني بمنتهى المحبة ومنتهى الاحترام ومنتهى التوقير، دول هيعرفوني نفسي؟ عايز تعرف واحد؟ انكشف، انكشف نفسك كده كلمة جديدة كده وشوف تعمل ايه، يبان على طول. مش الكلمة اللي تعبته، اللي تعبته نفسه من جوه مش سليم. مرة عملها القديس سرابيون الكبير، جاله شاب من الرهبان وزاره، قال له اتفضل اقعد. قال له يا ابني انا مستحقش، انا راجل غلبان وانا راجل خاطئ ومستحقش اخش عندك ابدا. قال له طب اتفضل صلي بينا وقود الصلاة. قال له لا اقود الصلاة، ده انا يا ابني مستحقش، ده انا راجل خاطئ وراجل دنس وراجل نجس وراجل راجل. طب قول المزامير. قال له لا يا ابني انا مستحقش ابدا، انا راجل خاطئ. طب اقعد على الحصير. ما رضيش يقعد على الحصير، فضل واقف. وبعدين انبس ربيون لما لقاه بالشكل ده، قال له طيب صلى هو وجاب له الاكل كله. قال له ولا الاكل ده انا ما مستحقش الاكل كله زي ما ربنا. طيب بعد ما خلصوا اكل قال له نقعد نتكلم شوي. وبعدين وهو بيتكلم معاه قال له اسمع يا ابني، اذا اردت انك تبقى راهب صالح بلاش اللف والدوران ده، وانك تترك خليتك وتروح تزور به وتزور به. لازم الراهب يقعد في قليتك. بيقول فاحمر وجهه مثل وجه السد. فاول ما رأى وشه احمر وغلى قال له منذ دقيقة كنت تقول انك انت ما تستحقش حاجة، وانت راجل خاطي وراجل مذنب وجايب كل العيوب حاططها فيه، ولما كلمتك كلمة من اجل خلاص نفسك ما استملتهاش وصار وجهك مثل وجه السد. فاسمع يا ابني، إذا أردت أن تكون متواضعا فلا تلم نفسك باطلا، وإنما تحمل الملامة التي تأتيك من الخارج بغير اضطراب. إذا كنت عايز تبقى متواضع، ما في واحد يقدر يقول أنا خاطئ، لكن لو حد قال له أنت خاطئ يشيل الدنيا ويفطح. أنا خاطئ؟ إزاي كرامتي تتحصل إلى هذه الدرجة ويقال إن أنا خاطئ؟ أنا بس عايز أعرف مثل هذا الإنسان لما يقف يصلي ويقول اغفر لنا خطايانا، يقصد يذكر بالخطايانا دي، ما دام هو ما لهوش خطية هيلزق لنفسه خطايا بالعافية بس ولا إيه؟ خطايانا دي بيكشفها واحد كده، ربنا من محبته يبعت لك واحد ينغزك نغزة كده ويشوف يجرى لك إيه؟ عارفين زي إيه؟ زي الإنسان اللي يمسك الترمومتر ويدغدغه في الأرض عشان الترمومتر قال له أنت عندك سخونة وعندك تعب جوه، ازاي يقول لي عندك سخونة؟ هل الترمومتر هو اللي اهانه وقال له عندك سخونة، ولا الترمومتر كشف السخونة اللي عنده؟ طب ايه جنب الترمومتر؟ ايه جنبه عشان ناخده كده ونروح رميني فوق حجر ولا مدغدغيني؟ الترمومتر ايه ده اللي يقول ان انا عيان؟ انا عيان انا؟ مسكين الانسان الذي لا يلوم نفسه. بيقول ايه القديس بطريرس الكبير؟ بيقول احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك. انا دلوقتي لما اعرف خطاياي عندي فرصه ان انا اسيبها وعندي فرصه ان انا اتوب عنها. اذا قعدت مغلف مغلف كده باستمرار، اذا قعدت مغلف باستمرار لا ارى نفسي، ده يضرني ده يضرني. محتاج ان واحد يجي يمزق اغلفتي ويكشف لي ذاتي من جوه. عملية التنزيق بتبقى عملية صعبة، في واحد يتعب منها ويتنرفز ويتضايق ويزعل ويغضب. لا ما تتعبش، سيبه يمزق أغلفتك ويكشف لك قلبك من جوه ويقول لك جواه ايه.
ده الصديق. أمينة هي جراح المحب. واحد يفتكر المحب أمينة جراح المحب يعني المحب اللي بيجي يطبطب عليه، لا، ده اللي بيطبطب عليه ده هي دي قبلات العدو. على رأي أحد القديسين قال: لا يوجد أصدق، لا يوجد أصدق ولا أحن عليك من الذي يتكلم عنك بالسوء. على الأقل بيكشف لك نفسك، بيكشف لك نفسك. والقديس يوحنا ذهبي الفم قال: الذي يلومك ويوبخك اتخذه لك صديقا. ده كويس ليك ده. أما نحن فإذ ندلل أنفسنا باستمرار لا نحب أن نحيط أنفسنا إلا بالمادحين وإلا بالذين يباركوننا باستمرار ويطوبوننا باستمرار ويتغنون بالفضائل التي فينا. أما إذا به واحد يقول كلمة وحشة، لا نفكر إن الكلمة الوحشة دي بحق ولا مش بحق، لا، يبقى ده عدو، يبقى نعزله بره ونبقى نتخانق معاه وتبقى حكاية مش تمام. شوف عمر إسحاق بيقول إيه؟ بيقول: الذي على الدوام يلوم نفسه ويضعها تحت كل إنسان ترتعب منه الشياطين. الذي على الدوام يلوم نفسه ويضعها تحت كل إنسان ترتعب منه الشياطين ولا يقترب إليه شيطان الغضب ولا شيطان الحزن ولا شيطان الاحتداد، وتمتلئ نفسه أمنا وسلاما وحبا وفرحا، ويصير محبوبا عند الله والملائكة والناس. وبيقول ايه ثاني؟ اذا قيل عنك شيء رديء وانحصر ضميره، ولو انك تصلي يومين يومين في المسوح والتوبة والصلاة والدموع فلست تنعكس من ضنك الضمير، ولا يعطيك ربنا راحة إلى أن تدمر من كل قلبك إنك بالحقيقة مسيء إن أخطأت أو لم تخطئ، باقتناع قلبي أنك بالحقيقة أخطأت. أما الذي يزكي نفسه ويلوم قريبه ويدين بقلبه فإن شيطان الغضب يسلمه إلى شيطان الحب والكآبة، وشيطان الكآبة يسلمه إلى شيطان الاحتداد، وفي كل وقت يكون متكبرا متسجكا مغضبا على الذين لا يمدحونه. القديس مرقس الناسخ بيقول ايه؟ بيقول: توجد في العقل ثلاث مناطق، ثلاث مناطق: منطقة طبيعية، ومنطقة فائقة للطبيعة، ومنطقة ضد الطبيعة. فعندما يدخل العقل في منطقته الطبيعية يجد ذاته أنه هو سبب الآلام التي تلحقه ويعترف لله بخطاياه، لأنه في المنطقة الطبيعية. وعندما يكون في المنطقة المضادة للطبيعة ينسى عدل الله ويحارب الناس ظانا أن معاملتهم له غير لائق. يعني مش يقول الشرور اللي جات له ده عدل من الله على خطاياه هو الحالية أو السابقة، لا،
ينسى عدل الله ويحارب الناس. أما عندما يرتفع إلى المنطقة الفائقة للطبيعة فإنه يجد في ذاته ثمار الروح القدس التي قالها الرسول: محبة، فرح، سلام، إلى آخره. بأشعياء: إن شتمك إنسان فلا تجاوبه حتى يسكت، وفتش نفسك في خوف الله. هل ما قاله عنك كائن فيك أم لا؟ وقال يوحنا ذهبي الفم: إذا نحن أخطأنا فإن الله قد ينهب علينا الناس ليؤدبونا، وعلى ذلك فينبغي ألا نحاربهم، بل يجب أن نحاسب نفوسنا ونثقفها. ولكونه أطلقهم علينا لأجل خطايانا، فمتى حاربناهم أصروا هم على مضايقتنا، ولهذا أمرنا ألا نكافئ أعداءنا، بل نقبل الامتحانات كقبول الأدوية من الحكيم لنخلص. والقديسون قالوا إن من ضمن الأسباب التي تعالج الغضب إنك باستمرار تنظر إلى المسيء كطبيب يعالج أمراضك. قال الأنبا أنطونيوس: تفتكر في شاتمك أنه قد عتقك من السفح الباطل، يعني نجاك من شيطان المجد الباطل إن احتملته بمعرفة، وأن الله قد أرسل لك على لسانه الدواء النافع. تقول: يمكن أنا ماشي كويس في بعض حاجات، ولا أخذت مديح في حاجات كثيرة، وربنا خايف علي من كثرة المديح، بعث لي ده يعمل لي شوية توازن كده ينجيني من المجد الباطل، فتنبسط وتقول له: أشكرك يا رب، أشكرك يا رب على اللي انت بعته. عارفين لما تعمل كده يعني حاجة حلوة خالص مفهاش ملف، برضو تبقى يعني نزيزة كده الواحد ما يقبلهاش، لكن شيء من الملح كده تتوضف كده تبقى حاجة تمام. فجايز يكون شوية الشتيمة أو البهدلة أو الكلمة القاسية أو غيره شيء من الملح تحطه عليك فيكون. قال أنبا بطنيس الكبير: إذا توبخ أحدنا من أحد إخوانه ولم يقبل بل حقد عليه فقد اغتال الشياطين نفسه. ولست أقول هذا فقط، بل وإن لم تعتبره كطبيب معالج فقد ظلمت نفسك. كطبيب أرسله المسيح إليك، فإن كنت تحب المرض فلا تحتج على البر. أما هذا الوجع الذي ظهر لك في غضبك فهو دليل على ضعف نفسك من الداخل، ولولا ذلك ما كنت تحزن من الدواء. لذلك ينبغي أن تعترف بالفضل للأخ، لأنك به عرفت مرضك القاتل، فعليك أن تقبله مثل دواء شافي مرسل من عند يسوع المسيح. أما إذا كنت لم تقتصر على عدم شكره بل خلقت حوله شكوكا، فقد كان الأحرى بك أن تقول ليسوع المسيح: لست أريد أن تشفيني ولا أشاء أن أقبل شيئا من أدويتك.
تنظر له كطبيب. الرحمن بيقول ايه؟ من اين اذكر طبيب نفوسنا؟ انه قبل ان تمتن جراحات نفسي اعد لي ضمادات لابرائها. يقصد كلام الناس. اخر احب ان اقوله لك، انك اذا ابقيت الغضب في قلبك فسيتطور. الغضب يتطور الى غيظ، واذا دفنت يتطور الى حقد، واذا طالت المده يتحول الى كراهيه، واذا طالت المده ما تعرفش تعالجه، فانت بتضر نفسك. وشيء ثاني، ان هذا الامر يمنعك من التناول، وقد تتبتل به ايضا اثناء الصلاه. ليه؟ في كلام شديد جدا قاله القديسون في هذا الامر. لما انت تكون غضبان على واحد، معناها انك انت لم تغفر لهذا الشخص. ما دام لم تغفر لهذا الشخص يبقى لا تستحق المغفره. ما دام لا تستحق المغفره يبقى لا تستحق التناول. يعني ايه الكلام؟ الكلمه الصريحه كويسه وما تزعلوش منها. السيد المسيح الهنا علمنا الصلاه الربانيه، ولما علمنا الصلاه الربانيه لم يعلق على اي طلبه من طلباتها الا واحده فقط. يعني قال ايه؟ لا تمدون من الشرير لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. فانه ان غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم ايضا ابوكم السماوي. وان لم تغفروا، احفظوا الايه دي، وان لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم ابوكم ايضا زلاتكم. فإذا كنت زعلان من واحد وترفض أن تغفر له فلا يمكن أن يغفر لك الله. وإذا كانت خطيتك غير مغفورة فكيف تتناول؟ كيف تأخذ جسد المسيح رئيس السلام وفي قلبك لا يوجد سلام مع إخوتك أو مع معارفك أو حتى مع أعدائك؟ كيف يمكن؟ كيف يمكن أن تأخذ في داخلك الله الذي هو المحبة وفي قلبك لا توجد محبة أو فيها حقد أو غيظ أو كراهية؟ إزاي؟ أي شركة للنور مع الظلمة أو للمسيح مع بلعال؟ كيف تجمع في داخلك الحب الذي هو الله والكراهية التي هي مشاعره؟ إزاي؟ صدقوني يا إخوتي الأحباء، إننا نؤذي أنفسنا كثيرا عندما نتقدم للتناول وفي قلوبنا حقد على أحد أو غيظ من أحد أو عدم مغفرة لأحد، لأنه في التناول قبل أن نرفع الإبروسكريم، قبل أن نبدأ قداس القديسين، نصلي صلاة الصلح. نصلي إيه؟ صلاة الصلح. ونقول اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا،
أن نقبل بعضنا بعضا قبلة مقدسة. ليه؟ لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير المائدة السمائية. إذن في شرط للتناول. إيه الشرط ده؟ إن إحنا نقبل بعضنا بعضا قبلة مقدسة. يعني إيه قبلة مقدسة؟ يعني قبلة طاهرة، قبلة من القلب، قبلة ليست شكلية وإنما بكل العاطفة. مش تسلم على واحد وتبقى إيدك في إيده وبين قلبك وقلبه يسأل في مين، وتتقدم للتناول. الكلام ده مش تمام. ده احنا بنقول اجعلنا نقبل بعضنا بعضا قبلة مقدسة لكي ننال بغير انفراح في الحكم من موهبتك غير المائدة السمائية. يبقى معناها لو تقدمنا وقلبنا فيه حقد، فيه غير، فيه عدم مغفرة، يبقى تناولنا تناول غير سليم مهما حاولنا أن نبرر لأنفسنا الأمر. عارفين التبرير ده إيه؟ التبرير ده عملية من عمليات العقل لكي ترضي النفس. بس العقل عايز يريح النفس، يريحها ازاي؟ بشوية تبريرات. لكن كلام المسيح واضح، إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يمكن أن يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتهم. تروح فين الآية دي؟ تروح فين؟ نهرب منها فين؟ تفضل واقفة قصادنا فين؟ تفضل واقفة قصادنا. وبعدين بيقول اغفروا يغفر لكم، وإن ما غفرتوش لا يغفر لكم. أنت إذا لم تغفر إنما تسد الغفران أمام نفسك. يعني لما ما تغفرش الواحد أنت مش بتضره، أنت بتضر روحك. أنت ما بتضرش الناس. هذا الإنسان ما أخذت الغفران منك ياخده من ربنا. لكن إذا أنت منعت الغفران عن الناس إنما تمنع الغفران عن نفسك، إن لم تغفروا لا يغفر لكم. ده شر. وكلام الله تزول السماوات والأرض وكلام الله لا يزول. جايز تتناول وليك ناس أعداء. يعني ليك ناس أعداء؟ يعني هم اللي بيعدوك مش انت اللي بتعدوه. يعني انت تتقرب اليهم وهم يرفضوا قربك، انت تصالحهم وهم يرفضوا صلحك، انت تخطب ودهم وهم يرفضون ودك. ناس يعتدوا عليك كل شوية وثانية. زي افرض واحد في الشغل وليه رئيس مستهزئ، يقول ما تناولش عشان رئيس مستهزئني. ده في موقف المعتاد عليه. لكن حتى الشخص الذي في موقف المعتاد عليه ينبغي أن يكون في قلبه غافرا لأعدائه، ممتلئا من المحبة، حتى يستطيع أن يتناول جسد الرب ودمه. في ناس يعملوا حل وسطاني، لكن الحل الوسطاني من اخشته. واحد يقول ايه؟ يقول انا ما صالحش الناس، هم اللي يجوا يصالحوني. واخدين بالكم الحكايه دي؟ حكايه مشهوره خالص يعملوها ناس كتار. صالح الناس هم اللي يجوا يصالحوني، انا ما اعتذرش هم اللي يعتذرون، انا ما رحت لهمش هم اللي يروحون. انا طب افرض ما رحوا لك تتناول ازاي؟
تصلي لله وتقول يا رب ذل الناس تحت قدمي؟ ايه الحكاية دي؟ تصلي لله وتقول يا رب ذل الناس تحت قدمي؟ الكتاب بيقول ايه؟ بيقول لا تغرب الشمس على غيظك. فاذا كانت الشمس واحده لا تغرب على غيظك، فماذا يحدث اذا غربت شموس عديده؟ 7 شموس و10 شموس وشموس شهر وشهرين وثلاثه واربعه وثلاثه وثلاثين وعشره. ايه الحكايه دي؟ كيف تهرب من الايه التي تقول لا تغرب الشمس على غيظك؟ ده في واحد من القديسين قال كلام اصعب من كده. عارفين قال ايه؟ قال كل اللي احنا نقول لا تغرب الشمس على غيظكم بالمعنى الحرفي معناها كاننا سمحنا للغضب ان يستمر حتى الغروب، بس بعد الغروب ما يكونش غضبان. لكن ده مش معقول ان الغضب يقعد دقيقه واحده. امال ايه؟ فسرها تفسيرا روحيا رمزيا، فقال ان الشمس هي شمس البر اي المسيح، فلا تجعله يبعد عنك بغضبك. وهكذا تكون غربة الشمس على غيظك، يعني ابتعد المسيح عنك. فلو فرضوا فسرناها بالحرف ولا تغرب الشمس على غيظك، يعني ما تخليهوش يبات لحد بكره، لان لو بات جايز يتحول لحقد، ولو بات ثاني يتحول لكراهيه، وبعدين يخرج من القلب يطلع على اللسان يبقى كلام وزعل وتشهير، ويطلع في الفكر يصور حاجات، وبعدين الحكايه تتعقد. كيف يهرب الانسان من الايه التي تقول لا تغرب الشمس على غيظكم؟ يهرب منها فين؟ التناول ده من جهة الصلاة. تقف تصلي وتقول في كل يوم اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن أيضا لمن يخطئ إليه، وربنا يقول لك كذاب وعشرين كذاب. فين كما تغفر؟ وديتها فين؟ القديس أغسطينوس في الموضوع ده كلام عجيب خالص. قال ازاي نكذب على ربنا ونقول له اغفر كما نغفر وليس ما تغفرش؟ بيقول لان وقت الصلاه سياتي وستقول اغفر لنا ما علينا بأي حق بأي اتفاق على أي أساس وعلى أي شرط سريع كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إليك. نعم أنت تكذب على الله، الشرط موضوع اغفر كما أغفر، وما دام الشرط موضوعا لذلك فهو لا يغفر ما دمت انت لم تغفر. ان الماهر في الشرائع السمائيه قد املى هذه الصلوات، انه لا يخدعك. قل له اغفر لنا كما نغفر نحن ايضا، وافعل ما تقول. ان الذي يكذب في صلاته يخسر النفع الذي يطلبه. الذي في صلواته يخسر قضيته وأيضا يجد عقوبته. عندما تكذب في الصلاة فإنك بنفس صلاتك تجنب نفسك. إنك بنفس صلاتك إيه؟ تجنب نفسك. ليقول الله لا يبحث عن شاهد ليثبت ذنبك. الذي أملى الصلاة عليك هو محاميك، يعني المسيح اللي ملاك الصلاة دي هو المحامي بتاعك. إن كنت تكذب في الصلاة يكون شاهدا ضدك،
وإن لم تصلح نفسك سيكون هو القاضي الذي يحكم عليك، يعني يتحول من محامي إلى شاهد إثبات إلى إيه؟ قاضي. لذلك قلها واعمل بها، إنه لا توجد وسيلة للإثبات من هذا النص إلا بإثنان ما نقول. الموضوع ده موضوع طويل أوي، ونكمله في وقت تاني.